بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس النهاردة درس تحويل صورة الكرتون عن طريق أداة بنتول، اللي هي الأداة دي اللي بشير عليها بالماوس، هي دي أداة البنتول. الطريقة دي عايزة دقة شوية وعايزة طويلة شوية في استخدامها، بس هي بتستخدم في جميع إصدارات الفوتوشوب، ممكن إن أنا أستخدمها فيها. ان شاء الله احنا هنعمل الصورة دي، هنحولها لصورة كرتون. هنبتدي الاول اللير بتاعتنا، هنعمل نيو لير وهنسميها الوجه اول حاجة، ونيجي هنا عند الاداة بتاعت بنتول دايسين عليها، ونبتدي نحدد شكل الوش بتاعنا اهو. لو في دايرة في الوش بندوس بيها، ما نسيبش ايدينا من على الماوس، ونحرك لحد ما نظبط الكيرف بتاعنا كده. نيجي هنا اهي في كيرف اهو، نفس الكلام هنا، ونكمل عادي. يبقى انا لو عايزه اعمل كيرف عشان اظبطه، بفضل دايسه على الماوس بالماوس على الاداه نفسها على النقطه الاخيره وبسحب، فيبان لي كيرف. ده اللي انا هشتغل عليه اهو. اهو نيجي هنا وانا دايسه كيرف اهو ظهر لي. باجي هنا بدوس باليمين، بختار حاجة اسمها ميك سيليكشن، وخلي الفيزر زي ما هو 1 بكسل، وبدوس كده عمل لي سيليكت على الوش اللي عندي. طيب انا لو ما عملتش كده مش هعرف ان انا املى احدد الشكل اللي انا حددته ان انا اعمل له سيليكشن وان انا اشتغل عليه. بعد كده باجي اختار اللون بتاعي، خدت لون الوش وباخد منه الافتح بتاعه سنه، وبقول اوكي. باجي بعد كده املى اللون عندي زي ما انتم شايفين كده، وبعدين باجي عند سيلكت بعمل دي سيلكت. يبقى كده خلصت شكل الوش بتاعي. طيب بنيجي نعمل نيو لير تانيه مثلا، ونقفل دي ونعملها الشعر. طبعا ايه، انا بعلمكم الاداة، لكن لو في حاجات بسيطة انتوا بتظبطوها بالايه. هنبتدي نعمل الشعر. لو في نقطة خارجة بره أو حاجة انتوا بعد كده بالدقة ايه، بس بنتعلم ازاي نستخدم الأداة دي. وباجي باليمين بقول ميك سيليكشن عشان احدده، وبعدين بختار اللون الأسود، يعني اختار اللون الأغمق بتاعه ونعمل كده، وبعدين نملى السليكشن بتاعنا باللون الاسود اهو، وبعدين ديس سيلكت. هنيجي بعد كده نعمل نيو لير تانية ونسميها مثلا الحواجب. الحواجب
ونيجي نقرب هنا ونيجي نقرب هنا الصورة عشان نعرف نحدد الحواجب كويس. بنيجي هنا ندوس على بين تول اهو، وبرضو نعمل ميك سيلكشن نفس لون الشعر هنعمل بيه الحواجب. ونعمل ميك سيلكت على نفس اللاير، هاجي اعمل يبقى كده احنا عملنا الحواجب. هنعمل لاير جديدة هنسميها العين، العين كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي من هنا اهو، واجي اعمل ميك سيلكشن اوكي، وادي بختار اللون بتاع العين واجيب الافتح منه واجي اعمل الونه، وبعدين للسيلكت بنفس اللاير بعمل التانية، باجي بعد كده اعمل الاول للسيلكت اعمل لاير جديدة اسميها النن، النن بتاع العين هقفل دي، واجي احدد النن بتاع العين اهو، واجي هنيجي بعد كده نحدد النن بتاع العين التانية اخترنا، وبعدين للسلك يبقى احنا خلصنا العين. هنيجي بعد كده نعمل الحاجات اللي هي الغامقة في الوش، الغوامق نيو لير لو مثلا الغوامق أجزاء الغامقة، ونيجي نحدد أجزاء، نيجي نختار الخطوط الغامقة اللي بتبقى في الوش أهو، ونعمل ميك سيلكشن ونختار اللون الغامق بتاع الوش اهو، ونملاها زي ما احنا شايفين. المهم ان اللون ده يكون اغمق من لون الوش. نرجع تاني لون الوش بتاعنا، شوفوا ده اللون أغمق منه. هنيجي نفس الحكاية الناحية التانية على نفس اللاير بتاعتنا منغيرهاش، هنيجي نعمل الأجزاء دي برضو هنخلينا على نفس اللاير،
بتاعتنا. وبعدين نيجي هنا الأجزاء الغامقة هنا، بعدين هنيجي هنا نعمل هنا نغمق ده سنة. ونعمل التانية، ممكن الجزء ده اللي هو باين عندي هنا أعمله بالإيه؟ فرشة بنفس اللون. يعني أنا ممكن بالفرشة أظبط لو في لون مش مظبوط عندي، ممكن إن أنا أظبطه بالفرشة. يبقى فاضل لنا الإيه؟ كده خلاص فاضل لنا الفم. هنيجي نعمل لير جديدة ونسميها الفم، ونيجي نحدد اهو ونعمل ميك سيليكشن. اوكي نختار اللون الغامق بتاع ده كده ونعمله عايزين نحدد الجزء الغامق اللي جوه. عشان اجي احدد الجزء الغامق بعمل نيو لير واكتبها مثلا الغامق للفم. بدل ما اجي احددها بنفس الطريقة باجي من الفرشة واختار اللون الاغمق اللي ده حدد الجزء اللي هو ايه الخط ده، لان احنا مش هنعرف نظبطه بأداة البنتول او يبقى صعب، ممكن بس صعب اهو. فالاسهل ان احنا بنستخدم الفرشة هنا في الايه اهو، دي ممكن ان احنا لو في زيادة زي ما احنا قلنا قبل كده في الايه الإريزر بنظبط الشغل بتاعنا. هنشوف مع بعض دلوقتي الرسمة بعد ما عملنا الحاجات دي، نشوفها مع بعض شكلها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي انا حددت اللبس لوحده وعملته باللون الأزرق بنفس الطريقة. يعني آدي الشكل اللي عندي في الآخر بعد ما خلصته. باجي أحدد الوش بتاعي الوجه واختار لون أغمق من الوجه كده مثلا، وبأداة البيرن تول اللي هي دي باجي أعمل زي غوامق كده إيه على الوش عشان يظهر لي اكتر. وبكده خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة. دي الصورة الاصلية ودي الصورة اللي اتحولت لكرتون. يا رب تكونوا استفدتوا. ان شاء الله نزوركم في الدروس القادمة. استودعكم الله عز وجل.